ونرجع ونقول ماتش امبارح كان ماتش جميل من كل الزوايا وعلى كل المستويات والاصعده، لما تابعناه وجدنا ما يسرنا وما يطمئننا كمان. فوز مستحق بالامس للنادي الاهلي بثلاثيه ضد سان جورج الاثيوبي، طبعا في رحله النادي الاهلي للدفاع عن لقب دوري ابطال افريقيا. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه في الكوره، سواء عن النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا او كره القدم العالميه. دي الملفات اللي هنفتحها مع ضيوفنا اللي منورنا، الاستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي، وكمان احمد السعداني المحلل الرياضي. صباح الفل منورنا، اهلا بيكم. سعداء ان احنا موجودين معاكم، اول مره معانا صح؟ أول مرة. اهلا بيك، نورنا حقيقه. احمد بقى انت ضيف دائم، ده صاحب استوديو. سليمان ولا سليمان؟ هو المفروض سليمان. سليمان سليمان الدارج سليمان يعني. طبعا انت عارف في مصر احنا في اسماء معينه ما بتتضحش غير بشكل جمعي كده بطريقه معينه. منورنا على كل الاحوال. منورنا. خلينا نبدا بقى بالحديث طبعا عن مباراه امس، وبعد كده هنقفل بقى الصفحه ونركز في اللي جاي، لان لسه عندنا منافسات كتيره جدا. بما ان بقى ضيفنا اول مره هنبدا معاه يا احمد. ماشي. خليني اسالك، شفت ازاي المباراه؟ وفي نفس الوقت برضو هل انت بتشوف الاداء بتاع النادي الاهلي كان اداء فعلا مرضي؟ وهل الاداء ده لو تم مع منافس قوي، منافس على نفس مستوى النادي الاهلي، نقدر نقول برضو ان الاداء او النتيجه هتبقى برضو واحده؟ خلينا نبدا من البدايه. هو الفكره ان الفوز مهم جدا للاهلي في بدايه مشواره، يعني بتكلم احنا البطل، فانت كان لازم ان انت تظهر بمستوى يعني يكون فيه رساله لكل المنافسين انه الاهلي منافس قوي على البطوله في الموسم الجديد، يعني مش هيتخلى عن البطل. المهم كمان انه كان الفوز كان فوز واداء بنتيجه كبيره 3-0، يعني نتيجه مطمئنه هتريح الجهاز الفني في الماتش اللي جاي، ماتش العوده. هيبقى عنده خيارات كتيره، عنده تنوع انه مثلا يقدر يريح لعيبه من اللعيبه الاساسيه ويبدا سياسه التدوير مبكرا عشان يتجنب الارهاق اللي حصل في نهايه الموسم اللي فات. يمكن كمان هو اتكلم مستر كولر في الحوار ده وقال ان انا يعني الموضوع ده هيريحني، ان انا عايز اعمل التدوير. التدوير هيبقى مهم يعني عشان يبقى في يعني برضو ما يبقاش في تفاوت ما بين اللعيبه الاساسيه اللي بتاخد فرص كتيره صح. مع اللعيبه البدلاء، لانه اللعيب برضو لما يبعد كتير عن الملعب صح. هو فعلا قال كده، وقال ان التدوير حساسية المباراه برضو بالنسبه له. قال التدوير كمان هيخلينا لو في اي اصابات ما نشعرش ان في اي اصابات او غيابات بسبب الاصابات او اي سبب كان. بالظبط. هو بيسعى انه يخلي الاهلي هيلعب باي 11 لاعب، ما يتاثرش باي لاعب، يعني اي 11 لاعب يمثل الاهلي جوه الملعب هيأدوا الغرض ويؤدوا المهمه. وال 11 يكونوا جاهزين كمان، يكونوا جاهزين يعني جميل. هو كمان يعني مستر كولر ما بيتعاملش انه عنده اساسي واحتياطي، كل لعيبه بالنسبه له اساسيه، وكل اللعيبه على مستوى واحد. هو الحقيقه بالنظر لاسماء ونوعيه اللعيبه ما ينفعش فعلا تقول ان ده فلان اساسي وفلان مش اساسي. طب احمد، انت وانت بتتابع ماتش امبارح اكتر حاجات خدت عينك ايه؟ وايه المشاعر اللي كانت جواك وقت نهايه المباراه؟ حسيت بايه؟ بص انا هقول لك على حاجه، يعني انا ببص للماتش من ناحيه تانية شويه. ناحيه ايه؟ ناحيه ان انا بالنسبه لي الاهلي دلوقتي زي ما سليمان قال كده مفيش فرق بين اساسي واحتياطي. معلش انت حسين، انا لو سالتك مثلا مين كان نجم الماتش امبارح هتقول لي مثلا حسين الشحات. لو سالت نهاوند ممكن تقول لي امام عاشور. انت لو بصيت هتلاقي ان انت مثلا عندك في الثلث القداماني اللي كان مشكله للاهلي زمان، عندك بيرسي تاو، حسين الشحات، احمد عبد القادر، رضا سليم، مثلا الاربعه، لا على الاربعه كاتيجري جامد جدا طبعا. انت اي اتنين في الملعب بيلعبوا جامدين جدا. امام عاشور بالنسبه لي لا هو لعيب كبير قوي، على فكره انا من قبل ما يجي الاهلي وانا بقول عليه اجمد لعيب في مصر. هو فعلا 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 امكانياته كبيره جدا صحيح، وعامل اضافه جامده جدا جدا في الاهلي، ومريح مستر كولر جدا ان هو بيلعب 8 وبيلعب 10 وفي نفس الوقت لعيب كوره. نادر قوي معلش اما تلاقي تفندر في الدوري المصري بالشكل ده. هو بالنسبه لي انا هو متكامل صحيح. لان انت نادر قوي اما تلاقي تفندر في الدوري المصري بيشوط برجليه الاثنين وعنده دريبلينج وبيخبط يعني فاهم قصدي. فهو لا امام عاشور لعيب جامد، وانا عاجبني فعلا سياسه التدوير ان انا عادي حسين الشحات مش موجود، رضا سليم، بيرسي تاو، احمد عبد القادر بنشوف بيجيب جون في اخر دقيقه، جون عالمي حلو جدا، وهو لعيب جامد جدا. عنده هو الحته بتاعت عارف الكره بتاعت الشارع دي، لاعب الحواري، على فكره المهاره دي عاليه جدا. على فكره احمد عبد القادر يعني عنده القدره ان هو يبقى اجمد لعيب في مصر، امكانياته عاليه جدا، هو بس يعني محتاج يظبط شويه حاجات كده وفعلا هيبقى في حته تانية، هيبقى من اهم اللعيبه في مصر يعني لو ركز.
مين من اللعيبه من وجهه نظركم ما كانش اداؤه الافضل امبارح؟ انا شايف انه كل اللعيبه ادت اللي عليها يعني. ممكن كهربا كهربا ما كانش موفق بس مش اكتر يعني، بالاداء اللي احنا نعرفه يعني. انا متعود ان كهربا ممكن الماتش كله ما فيش وممكن في ثانيه كده يطلع يجيب جول، فكهربا امبارح تحس ان هو ما كانش مركز او كان مركز قوي في لعيبه يعني، حاجه ممكن المهاجمين دايما يبقوا واخدين بالهم منها. المهاجم لو نازل مركز ان هو لازم اجيب جون، ممكن مثلا عشان مودست جه فهو عايز يبقى مش كويس، فهو نازل مركز ان انا عايز اجيب جون، فلما البريشر ده بيبقى عليه ممكن تلاقيه كور سهله كتير قوي يضيعها. على ذكر الجول، انهي يعني اللي عجبكم اكتر؟ هل الجولين اللي جابهم حسين الشحات ولا الاسيستين بتوع امام عاشور وكهربا؟ ساعات بيبقى الواحد واقف مش عارف انهي الاحلى في الاثنين، الهدف نفسه ولا الاسيست اللي اتعمل؟ يعني نبتدي معاك. هو بصراحه الاسيست من امام كان حلو جدا في الهدف الاولاني. يعني فكره ان انت تخلي حسين الشحات في مواجهه مع اخر لاعب بحيث يرقص ويلم ويحط في الزاويه البعيده، يعني دي كنا مفتقدينها بصراحه في الاهلي. في المجمل انا من وجهه نظري شايف امام هو نجم المباراه ايا كان، حتى لو ما عملش اسيستات ولا ما جابش جوان، بس بالنسبه لي نجم المباراه، لانه يعني هو المقود جوه الملعب اللي بيشتغل وبيخلق فرص كتير. صحيح. وكمان يعني فرق كتير مع الاهلي في الزياده العدديه، يعني امام بتلاقيه مثلا مش بس لاعب نص، لا ده بيزيد مع الثلاثي اللي قدام وبيقدم الزياده، وكمان بيشوط عنده المهاره الفرديه، بيعرف يخلص الكوره، بيعرف يعني انت كان عندك اللي هو السكند بول اللي بترجع من الدفاع ما كانش بيلاقي حد يقابل الكره فبيرجع شوطها تاني. امام عاشور من في الثلاث ماتشات اللي لعبهم مع الاهلي يعني عوضنا عن الحته دي. انا من وجهه نظري شايف انه امام عاشور هي القطعه المفقوده في التشكيله بتاعه كولر كان بيدور على 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 النوعيه دي بالذات من لعيبه، عوضه كتير وخصوصا اداله ميزه في اكتر من حاجه. يعني امام عاشور مميز جدا فكره الطريقه اللي بيحبها كولر او اللي اعتمدها خلاص مع الاهلي اللي هي 4-3-3، ومميز برده في طريقه 4-2-3-1 انه بيلعب برده في نفس الوقت بلاي ميكر او بيزيد او كمان بيركز في حاجه معينه، انه بيلعب على ناحيه الشمال عامل جبهه ناريه مع رضا سليم او حسين الشحات ايا كان مين فيهم اللي بيلعب، مع علي معلول. وكمان مع الانسجام اكتر الموضوع هيختلف جدا. لازم امام عاشور يسمع اللي انت قلته عليه والله. يعني انت يعني اعتقد هيفرح لان انت شرحت بشكل كده كمان فني وتفصيلي، وهو فعلا صفقه انت بتاكد ان احنا يعني مش محتاجين ده، بس فعلا صفقه كانت صفقه محترمه جدا وهتضيف بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. طبعا احنا مش هنبالغ لو قلنا ان هو يعني من اهم، لا هو اجمد لعيب في مصر، من اهم الصفقات اللي عملها الاهلي خلال اخر 5 سنين. وانت رايك ايه برضو يا احمد؟ على امام ولا لا رايك ولا على امام برضه؟ كنا بنسال في مساله الاجوال والاسيستات. بص انا بالنسبه لي هو الجونين بتوع حسين الشحات كده كده احمد عبد القادر هو حريف جدا، ده اجتهاد شخصي منه. الجونين بتوع حسين الشحات مميزين قوي بالنسبه لي لسبب. اول جون ان حسين الشحات نادر قوي ما تلاقي لعيب في مصر بيحضر وبيجري بميل، هو الكره جايه له مثلا حطها وجري بميل وشايف المساك اللي كان داخل عليه وهو بيديله كوبري. دي حاجه بالنسبه لي مهمه، لان في لعيبه في مصر كتير جدا على فكره وبتلعب في انديه كبيره بيستلم الكره وبعد كده يفكر هو هيعمل ايه ويرفع عينه ويبص. دي نقطة كانت مهمة. الشخصية دي موجودة عند ميسي، يعمل سكان كده للملعب قبل ما يطلع. ميسي يا جماعة قفشوا له 350 سكان في ماتش طول ما هو ماشي عمال يبص يمين وشمال، والله العظيم ده بجد. صحيح. فالموضوع ده مهم جدا. تاني جون بالنسبة لي كرة اللي هي قلشت من كهرباء طلعت عالية قوي، دي مش أي واحد يعرف يوقف الكرة الاستلامة اللي حسين شحات وقفها بالهدوء دوت ويركنها في آخر الجون، مش كل اللعيبة في مصر خالص تعرف تعمل القصة دي. ممكن لعيب كنت يجي يستلم الكرة تلاقيها طولت منه مترين مثلا، فاهم؟ فلا حسين لعيب كبير بصراحة وإضافة، وعنده ميزة إن هو دايما موجود في المناسبات الكبيرة. دايماً حسين الشحات موجود في مناسبات كبيره، ركز كده حتى قبل ما يجي الاهلي افريقيا بالذات، افريقيا بيتحول بيبقى لا هو لعيب كبير جدا. حسين الشحات لعيب كبير جدا مش خلاف عليه يعني. هو كمان تكمله كلام احمد، حسين الشحات بيعرف يلعب حلو قوي في حضور الجمهور.
يعني في لعيبه معينه بيبقى ضغط عليها وبالعكس مودها بيبقى حلو في وجود الجمهور بتعرف تلعب وتبدع يعني حسين كمان في الجول الاولاني انه ياخد الكره يحطها ما بين رجلين مدافع سان جورج وبعد كده يركنها في الزاويه البعيده عملها بطريقه حلوه جدا يعني. بصوا يعني هنقفل بقى الملف ده وهنبص لقدام، لكن قبل ما اقفله انا وكريم اتكلمنا في التصريحات دي، انا عجبني جدا جدا التصريحات الخاصه بعضو مجلس اداره سان جورج لما طلع قال يعني حظنا وحش ان احنا بدانا مع النادي الاهلي، النادي الاهلي برده بعيد جدا، احنا ما كناش اكيد حاطين ان احنا نفوز، واتكلم عن ده كريدت لامام عاشور وحسين الشحات، يعني كلام كنا كده كده تصريحات متوقعه بس تصريحات محترمه ان انت تسمعها طبعا من منافس. فبس هنرجع نقول تاني دي البدايه السهله، عندنا بقى مواجهات وعندنا تحديات في الفترة اللي جاية، من وجهة نظركم ايه التحديات الكبرى سواء محليا او افريقيا اللي بتواجه ومنتظرة النادي الاهلي الفترة اللي جاية؟ بالنسبة لي انا شايف اللي هو الدوري السوبر الافريقي يعني هو اكبر تحدي، خصوصا ان يعني سيمبا مش هيكون منافس سهل، يعني ربما الناس تبقى متوقعة انه مثلا هتعدي المباراه الاولانيه فبعد كده هتدخل على سان داونز. هو طبعا التحدي الاكبر بالنسبه لكل الاهلاويه هو ماتش سان داونز، بس انا متوقع ان ماتش سيمبا مش هيكون سهل، خصوصا ماتش الافتتاح عشان هيكون على ملعبه وهم بيعرفوا يلعبوا، يمكن لعبناه من حوالي سنتين الاهلي خسر 1-0 في الماتش اللي كان لويس ميكسوني معاهم قبل ما يجي الاهلي السنه اللي قبل ما يجي فيها الاهلي، فالماتش هيكون صعب يعني. بس يعني الحاجه اللي مخليني متفائل ان انا بثق في كولر انه بيعرف يقرا الماتشات بشكل جيد جدا يعني، يمكن دي بتميزه، وفي كمان انه بيعرف يحدد اخطائه وبيصححها وبيبني عليها كمان، وده اللي كان نقله صح في مشواره مع الاهلي يعني. عمل تطوير فعلا. احمد انا بالنسبه لي البطولات كلها مهمه بصراحه، بس احنا الاهلي مفيش بطوله افريقيا او كاس عالم، اصعب التحديات اللي موجوده. ممكن سوبر افريقي برضه هيبقى صعب. انا ماتشات افريقيه دي بالنسبه لي بصراحه بتبقى مكلكعه وبتبقى رخمه للعيبه، فانا بالنسبه لي ممكن زي ما سليمان قال ماتش سيمبا ده هيبقى ماتش صعب يعني. مش هيبقى سهل خالص. ربنا يسهل الحال. طيب قبل ما نختم بقى معاكم لقائنا برضو باسمنا ايه، طلينا طله كده على كره القدم العالميه وتعالى نتكلم شويه عن ليفربول، وهل في رايك ان ليفربول الموسم الحالي مختلف عن الموسم اللي فات، ودور محمد صلاح في اللي حصل ايه؟ بص هو ليفربول انا بالنسبه لي مختلف خالص، الصفقات اللي عملوها جامده جدا، سوبوزلاي وماكاليستر الاثنين دول لاعبين رقم 8 جامدين جدا، هم كان ناقصهم لعيب رقم 6 بس يلعب تحتهم جامد اللي هو مثلا كايسيدو اللي راح تشيلسي ده، بس هو ما جاش وراح تشيلسي يعني. محمد صلاح لما تبص على طريقه لعبه دلوقتي، لا هو طريقه لعبه مختلفه خالص عن من 3 4 سنين، هتلاقي جري وقل سبرنتاته قلت، بس ذكي قوي بيبقى طالع من الماتش اكتر نضجا كمان، اكتر نضجا بكتير جدا، هتلاقيه طالع من الماتش مثلا مش جري قد اللي كان بيجريه مثلا من 4 سنين ومن 3 سنين، بس طالع جايب جونين عامل 3 جوان. فهو خلاص نضج كرويا جدا، بقى عارف ان هو ازاي باقل مجهود وممكن على قد الماتش وعلى الكلام ده كله اطلع مكسب الفرقه وجايب جون وعامل جون. فمحمد صلاح بصراحه في حته تانية، وانا شايف ان سوبوزلاي بتاع لايبزيج ده لعيب كبير جدا جدا هيفرق قوي مع ليفربول، لازم كلوب بس يبدا يقعد جاكبو ده شويه عشان بيشلني يعني ويلعب نونيز، لكن ليفربول السنه دي تتفق ولا تختلف؟ انا متفق تمام معاه، بس يعني هضيف على كلام احمد حاجه، انه يعني انا شايف انه كان ليفربول برده محتاج، بخلاف انه محتاج لاعب في مركز 6 يعني، كان في اكتر من لاعب قدامه كان ممكن يجيبه زي كايسيدو، بس هو للاسف فضل تشيلسي في الاخر. كان في برده ممكن مرابط اللي هو راح مانشستر يونايتد، كان في فرصه انه ممكن، كان في كلام انه ممكن يجي برضو، محتاج حد في قلب الدفاع جنب فان دايك، ومحتاج يعني من وجهة نظري جناح تاني يعني برضو بنفس قوة صلاح في اليمين يعني. أنا شايف حد موازي ليه في الشمال، يعني في الشمال شايف أنه لويس دياز بحالات، ممكن ماتش يكون مفيد للفريق وممكن ماتش ما بيكونش في حالته، فيعني الجبهة اليمين فيها صلاح طبعا أقوى كتير، ويمكن هو نجم الفرقة اللي مستواه يعني في الطالع
هو نونيز. يعني السنه اللي فاتت كان في تفاوت في مستواه، بس في المجمل يعني انا شايف زي ما احمد قال ان هم صحح كتير من اخطائه، لانه كان مشكله ليفربول بشكل عام في النص، فكره انه يجيب الاثنين اللي هو سوبوسلاي وماكاليستر، الاثنين فرقوا جامد، وكان نقله في الوسط ليفربول، والسبب اساسي ان هو دلوقتي موجود في المنافسه، والا كان لو ما كانش حصل الكلام ده كان هيبقى في معاناه زي الموسم اللي فات. طب لو قلنا مان سيتي وليفربول والاثنين متقاربين الى حد كبير في الدوري كمان الانجليزي، دلوقتي بنتكلم مين الاقرب يعني من وجهه نظركم؟ لا بصي هقول لك حاجه، هو مانشستر سيتي بعيد قوي بصراحه، يعني بس اداء برضو مختلف وبيفاجئك وبيتطور وماتشاته فعلا ما تعرفش تحسبها. يعني مانشستر سيتي لا يعني هم بالنسبه لي مبوظين الدوري، هم بجد انت شايفه ليفربول والله العظيم، يعني انا بحب بريمير ليج ومنافسه وبتاع، مش الدرجه لا انت بتتكلمي الماتش الاخراني مطرود منهم واحد بيلعبوا شوط كامل، مطرود منهم واحد فرق ثاني مش عارفه تشوط على الجول، الدوري بمجامله مش عارفه تشوط على الجول والله العظيم. وبعدين انا يؤسفني اقطع استرسالك لاني عندي لك خبر مش حلو، احنا وقتنا انتهى، يا دوب نلحق نشكركم في جزيل الشكر. كان لسه قايلين دقيقتين هنعمل ايه، الله بلا اعتراض محكومين بمده زمنيه، بنشكركم نورتونا، شكرا جزيلا. عايش الوقت ضيق طبعا، بس يعني اكيد هتنورونا مره ثانيه، يعني تشرفنا بيك اكيد سليمان، نورتنا، شكرا ليك يا احمد. نشكر حضراتكم على متابعتنا، والوقت فعلا بيجري بشكل سريع، نشوفكم بكره ان شاء الله وملف جديد وحلقه جديده. السلام.